تسأل الحكمة في تحريم الإسلام للتبني، جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى حرم التبني بقوله سبحانه وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان التبني موجودا في الجاهلية، أبطله الله سبحانه وتعالى وأمر بنسبة الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين، لما يترتب على التبني من المفاسد من الميراث والمحرمية وغير ذلك من المفاسد، ولما فيه من إهدار الأنساب واختلاط الأنساب، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.